بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 53. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل الكلام في هذا البرنامج من أحكام القرآن الكريم، وقد وصلنا في الحلقات السابقة إلى قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، إلى قوله تعالى: وكان الله غفورا رحيما. في هاتين الآيتين يبين الله جل وعلا فضل الجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولا بد أن يكون القتال مع قيادة مسلمة وتحت راية مسلمة بإذن ولي أمر المسلمين، لأن الأمر بالجهاد والإشراف عليه وتنظيمه من صلاحيات ولاة الأمور، وليس الأمر فوضى، كل يحمل السلاح ويقتل ويعمل ما يشاء، فهذا من الفوضى، وهذا يجر على المسلمين شرا. ولا بد أن يكون الجهاد، لا بد أن يكون أيضا بعد إذن الإمام، أن يكون في حالة قوة المسلمين ومقدرتهم عليه، فإن كان في المسلمين ضعف ولا يقدرون على قتال عدوهم فإنهم يكفون أيديهم حتى يحصلوا على القوة والسلطة والولاية المسلمة التي تتولى هذه الأمور العظيمة. فهذه ضوابط الجهاد في سبيل الله، وليس كل من حمل السلاح وقتل واعتدى يسمى مجاهدا، كما عليه كثير من الفوضويين الآن الذين شوهوا الإسلام بأعمالهم وتصرفاتهم وصاروا حجة للكفار على المسلمين، حتى إن الكفار سموا الإسلام بأنه دين الإرهاب ودين العدوان بسبب تصرفات هؤلاء الحمقى. الجهاد في سبيل الله له ضوابط. النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة هو وأصحابه 13 سنة لم يقاتلوا، والله جل وعلا يقول لهم: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لأنهم لو قاتلوا وهم في مكة لا أبادهم الكفار لقوة الكفار وضعف المسلمين. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة استقر فيها وصارت للإسلام دولة وقوة، أمرهم الله بالجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، وأنزل آيات الجهاد ومنها هذه الآية، وهي قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. فلا يستوي المجاهد في سبيل الله والقاعد الذي لا عذر له في ترك الجهاد، فإن المجاهد في سبيل الله حصل على الفضل العظيم والدرجات الكبيرة، وهذا القاعد حرم من ذلك، إلا
إذا كان معذورا لقوله غير أولي الضرر، وقد جاء بيانهم في قوله ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، فهؤلاء معذورون من القيام بالجهاد، ولكنهم إذا تركوا الجهاد لعذر، والله جل وعلا أيضا يقول ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. فإذا كان قاعدا من غير عذر شرعي وترك الجهاد فإنه لا يحصل على هذا الأجر العظيم. هذا إذا كان الجهاد فرض كفاية، إذا كان الجهاد فرض كفاية وهو جهاد الطلب والغزو، فإنه لا يجب على كل أحد إلا من استنفره الإمام وعينه الإمام، فإنه يجب عليه لقوله تعالى وإذا استنفرتم فانفروا، قوله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا، ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، ثم قال انفروا خفافا وثقالا، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، ثم قال إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. أما إذا لم يستنفره الإمام والجهاد غزو وطلب فإنه يبقى سنة في حق من لم يستنفرهم الإمام، وهو من أفضل الطاعات، لكن لا يستوي هذا الذي قعد من غير عذر ومع المجاهد، فإن الله فضل المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، هذا في تفضيل المجاهد على القاعد الذي لا عذر له في الجهاد، في الجهاد التطوعي الذي هو فرض كفاية، فإن من خرج فيه يحصل على هذا الأجر العظيم، ومن تخلف عنه يفوته هذا الأجر العظيم. وإن كان لا يأثم بذلك، درجات منه ومغفرة ورحمة، والدرجات كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. وجاء في الحديث الصحيح إن موضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، وجاء في الحديث الصحيح لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، ولهذا قال وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. فالآية فيها تفضيلان، التفضيل الأول فضل المجاهدين على القاعدين المعذورين درجة، درجة واحدة، والثانية فضل المجاهدين على القاعدين من غير عذر درجات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه، درجات تفسير لقوله أجرا عظيما، ومغفرة منه سبحانه وتعالى ورحمة، هذه الفضائل وهذه المزايا تحصل للمجاهدين في سبيل الله
ويخسرها القاعدون من غير عذر. نعم، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.